حياكم الله. شايفينه هذا؟ هذا موجود يوصل هنا في السويد، أتمنى أنه موجود عندكم. هذا يكون شكله هكذا وتفتحها هكذا. بالسويد اسمه فيسالس، أو يعني بالإنجليزي فيسالس. بالدولة مالتك اللي موجود بيها أنت موجود هذا؟ موجود اكتب لي إذا موجود على مد الشعب الأخوان اللي يعرفون. يعني اكتب في مصر موجود، في المغرب موجود، في العراق موجود. هذا اكتبوا لي إذا موجود عندكم فيسالس اسمه. هذا المفروض يعني أطفال وكبار خصوصا اللي عنده المشاكل اللي راح أقول لكم إياها هسه، هذا ضروري يأكله. يعني تقطع هكذا، ضروري تغسل هذه زين. بالسويد في سالس يسمونه، ما أعرف بالدول العربية شو يسمونه هذا. هم اكتبوا لي، لا موجود إن شاء الله. وإذا ما موجود أخواني ادعوا يزرع، يعني المناطق العربية ممكن زراعتها هذا بي ازرعوا أو استوردوا، لأن هذا أخواني يعني لو تعرفون هذا الخير اللي بي. كان واحد يعني أنا أقول لك إياها، يعني بطل يحتاج إلى أي مكملات غذائية، خصوصا أبو البروستات، وخصوصا الحامل أو الإمرأة، خصوصا اللي تريد مناعة جيدة، خصوصا اللي يريد بشرة جيدة. الشباب البشرة اللي يريد بشرة، هذا شكله، يعني شكله هذا. شو اسمه بالدول العربية؟ شو اسمه أخواني؟ شنو هاي؟ كلكم وردة، كلكم وردة، والقلب خلوه أحمر يستفادون الناس من هذا. في سالس اسمه بالدول العربية. إلا اسم، إلا اسم أخواني يا ريت كتبوا له. يعني أكو واحد بقال ويانا يتابعنا، إذا البقالين جيبوهم، البقالين خلي يستوروا أو التجار يستوردوا لكم هذا. هذا أخواني بي زنك، بي فيتامين الأي، فيتامين السي، فيتامين البي، بي فوليك أسيد للحوامل. اللي عنده بروستات، مشاكل بالبروستات سواء التهاب أو تضخم، هذا علاجه زين. يعني مو يعوف العلاج وياخذ هذا، لا، بس هذا يحافظ على البروستات مالته زين. عنده مشكلة. كاكي اسمه في تونس، موجود في تونس، موجود في دولة بامبر، موجود بالعراق. بامبر اسمه اخواني. خاف الصوت ما واضح، واضح الصوت اخواني يا ريت. بامبر اسمه هذا، موجود انا شايفه بالعراق اخوان، شايفه بسليمانية في اربيل يباع مرات، يعني شايفه بامبر هذا اخوان. كم حبة دكتور؟ يعني انا اخواني اذا تاكل 5 حبات من هذا، يعني هو غالي شويه، ما اعرف بيش سعره يمكم. يعني احنا عندنا هذه مثلا، هاي السله، هذه سله صغيره، هاي السله تباع بالسويد هنا، وبالموسم يعني الموسم اللي يصير هاي، يعني تباع في تقريبا دولار ونص. هذه السله بيها تقريبا 20 وحده، حصه الواحد يعني هو المفروض ياكل 5 باليوم، 5 باليوم من هاي، 5 حبات من هذا اليوم، خصوصا اللي راح يصوم هذا لازم يجيب على الفطور. يعني انا كتبت منشور قبل شويه، كتبت الحلويات، هاي حلوياتك ابو السكر، مريض السكر، هاي حلوياتك انت، هاي الحلويات اللي هاي هي الصحه اخواني. الامراض ليش تجي؟ من سببين الامراض، يا اما عندنا ناخذ شيء، نتناول شيء زياده على اللزوم، او عندنا نقص في شيء زياده على اللزوم، يا اما زياده او نقص، واحنا نعادلها بالصحيح. يعني ما تحتاج مكملات غذائيه وفيتامينات، هاي الفيتامينات كلها هنا، كلها هنا، طعمه كلش طيب، لكن تغسله غسل زين. ولا اخاف احد يخوفكم، اكو ناس يشيعون هذا سام وما سام، لا اطلاقا ما بي اي سم زين، ولا تخافون من عنده. الحوامل ضروري تاخذ من هذا، لان فيتامين البي وبي الفوليك اسيد اذا تعرفين حامل وحده بنيه، هاي مو تترك الحبوب مالتها، لا، هاي مقويات جيده جدا. اخواني اللي عنده بلغم، اللي عنده الم بالبلعوم مالته، هذا كلش جيد يخفف الالم. يعني بزمن قبل ماكو ادويه، وهذه يعني يطقون هذا ياكلها، هذا يضل ياكل يروح الالم عنده. ابو البلغم ينظف له البرام. نواتين اسمه بامبر، اسمه بامبر، بداخله نواتين، والله نواتين، ما لا ما بينوا، لا داخله ما بينوا، هذا داخله، شوفوا داخله ما بي اي نوا، بي بس سائل كله فيتامينات زين. لا ما بي لا مو بامبر، لا اخواني، لا مو اسمه بامبر اخواني. يا ريت تشوف شكله هذا، لا تغش هذا شكله هكذا،
يعني حبايه اشوف حجم الاظفر مالتي، يعني هذا حجمها شوفها ما بيها لا موجود عندنا هذا. اي اسيل انت موجود عندكم اكيد بكندا، ورده كلكم ورده ومشتاقين لكم. واخواني الاعزاء اكلوه هذا 5 حبات يوميا اللي بالموسم، يعني اذا مني يروح الموسم يصير غالي، يعني ب10 دولارات يوصل هاي السله هاي، يعني ما يتحصل، بس هسه موسمه هو وزرعوه هسه ينزرع هو. اسالوا علو عليه من اقلبها هيك ما ينقري هذا بالمقلوب يعني يصير زين، بس اقدر اقلبها الكاميرا زين وتقدرون اقلبها الكاميرا. هذا اسمه زين، هذا اسمه في سالس، وتقدرون تبحثون ويا ريت المزارعين يزرعونه. وبالاردن موجود؟ لا مش موجود في الاردن، يا ريت يجي للدول العربية لان كلش مفيد وصحي، وخصوصا اللي راح يصومون المفروض ياخذون من عنده يوميا 5 حبات، عنده اللي يريد نظره في بشرته، اللي كل شيء يفيد، كل شيء يفيد، يعني هذا اللي احنا. فانتوا زيدوا الاشياء اللي تفيد الجسم وقللوا من الاشياء اللي ما تفيد الجسم او امتنعوا من عندها. الحلويات امتنعوا من عندها، الحلويات غير جيدة للصحة زين. كلكم مرضى، والقلب هذا طقطقة احمر، ونشر الفيديو للناس يستفادون، او مو اللي يستفادون، بلكي واحد يقوم يجيب الشيء اللي يفيد الدول العربية ان شاء الله بالعراق او في، وحيا الله اهل مصر اللي يتابعونا، والمغرب والجزائر من كل مكان، واليمن والاردن والعراق وسوريا، كلكم مرضى، ما اذكر يعني يعني ما انسى الجميع، كلكم مرضى، والله يحفظكم ويبارك بيكم، وان شاء الله ما نعطيكم الا الشيء اللي يفيدكم، حياكم الله. ها اخواني، افلام من الصفحه دا تنسرق ودا يعلنون على اعشاب وادويه، اني اخواني لا تشتروا من عندهم هذه الشغلات، اني مفبركه هذه، حذروا الناس من عندها، وحذروا خصوصا مرضى السكر زين. الله يحفظكم، واكتب لي تم رحم الله والديك، اكتب لي تعليق.